نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ملتقى الأسرة البحرينية الأول والذي يأتي في سياق توجه المؤسسة الاستراتيجي بتبني مختلف المبادرات الأسرية التي تسعى من خلالها إلى تنمية الروابط الأسرية والتثقيف والتوعية الأسرية والمحافظة على الجانب الايجابي للصحة النفسية ليتمكن أفراد الأسرة من مواجهة ضغوطات الحياة بإيجابية وتحقيق إمكانياتهم في المجتمع وبهذه المناسبه صرح الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه ان المؤسسه حريصه كل الحرص على تبني مثل هذه المبادرات الاسريه التي تصب في صالح الاسره البحرينيه منوها باهميه الاسره في استقرار وازدهار المجتمع ولكون الاسره المصنع الاول لبناء شخصيات الابناء مشيرا الى تنظيم مثل هذه المبادرات الاسريه في كل عام واستضافه عدد من المختصين في الشان الاسري ودعوه جميع شركاء المؤسسه من الجهات الحكوميه والخاصه وجميع المختصين في البرامج الاسريه